عودة لمتابعة ببيروت. بهالفقرة رح ندخل إلى عالم المكياج مع الميك اب ارتست نبيل مخول، يلي دايما هيك بنحرص إنه نستضيفه ونستفيد من خبرته ودايما يعرفنا على أشياء جديدة بعالم المكياج. مساء الخير نبيل. مساء النور، كيفك؟ الحمد لله. شو الأخبار؟ الحمد لله تمام. رواق رواق. خبرنا نبيل، منبلش قال من اخر مره شفناك لهلا، شو في اشياء عملتها؟ شو في ايفنتات بركي شاركت فيها؟ يعني اخر مره كنت وقتها كيف عندنا الكوز العنف ضد المراه. صحيح. اكيد دائما الاطلالات عبر برنامجكم بتخلي الواحد انه يصير على مستوى عربي وعالمي. الحمد لله كنت بالجزائر عم بعطي ابديتس بالميك اب، وهلا كمان مفروض بلش بجوله على كل الدول العربيه ابتداء من بعد بكرة. منبلش أول شيء بالسعودية وانتقالا لكل الدول. حلو كتير، حلو كتير. أكيد نحن بدنا نقول لك كل التوفيق. مرسي. يلا بلش بالأبديتس من عنا كمان، خبرنا شو موضة ربيع والصيف 2014، شو فينا نقول عنا؟ غنية بالألوان. دايما في كمان أنه مثل ما بيقولوا خطوط عريضة بالموضة. في عنا مكياج كتير هيك منحسه يونج فريش، ألوانه بتنتقل بين البيتش، خلطة بين البيتش والموف، يعني خلطات كتير غريبة. الأول وهلة بتقولي إنه معقولة هيدي الألوان إنه تكون مع بعضها بتطلع حلوة، بس شوفي على التطبيق عم نشوف إنه عم تعطي نتيجة. هلا هالخلطة الألوان شو عم تعطي؟ عم تعطي إنه أقرب للمكياج الطبيعي. عم نشوف إنه كمان إنه المرأة العربية صارت عم تتكل على جمال الطبيعي أكتر ما هو من مساحيق تجميل حتى تغطي لها جمالها. ومنشوف انه كمان الحمرة المات كمان كتير مسيطرة هاي السنة، اللي هي بتضاين كتير. ممكن كمان وناتشورال. انه ناتشورال بنفس الوقت ما في تخطي كتير للحدود تبعو للوجه، اكيد مع التركيز انه بتصليح كل شوائب الوجه بالفانديشن وقت البتحطيع. يمكن انت هذا اليوم المكياج اللي رح تعتمده على الصبية الموجودة معك. مزبوط، فرح اليوم. هلأ نحن حضرناه للفوندوتان على وجهها مع البلاش، ومنلاحظ انه البلاش بيلمع شوي صغيرة حتى يبلش يعطي اجواء ربيع وصيف. يلا تفضل وهيك بنكفي حديثنا. هاي فرح، لكن رح نعمل هلا هيدا الميك اب يلي رح يكون دارج خلال فصل الصيف. رح نشوف انه كثير هيك الشادو اللي فيه لمعه كثير مسيطر على مكياج العينين. الاي لاينر بلش يخف شوي صغير، يعني بنشوف انه حتى الاي لاينر بطل كثير مبين. منلاقي انه كمان عنا الالوان هيك الجليتري كتير بارزه. رح بلش اول شيء هيك بالاضاءه اللي هي مفروض تبرز اكثر شكل العين. قلت لي لكن الايلاينر بطل كثير دارج؟ بطل كثير دارج انه يكون ظاهر بالعين. بطل يكون كثير ظاهر، يمكن كمان الايلاينر من المحبذ انه ما يستعمل بفصل الصيف. خاصة مع الشوب والرطوبة. هلا هي ولا ما بيأثر؟ فيها وجهة نظر، بس في شغلة بوجود الايلاينر جيل ووتر بروف ما بقى في عندنا هيدي المشكلة. صار انه بنلاقي انه كل هول الاشياء صارت المكياج الووتر بروف عم بيخلينا انه اوكي نقدر نستعملهم بالنهار وبالليل. صح. طيب نبيل، هيدا الميك اب للنهار ولا لليل؟ هيدا الميك اب اللي عم نشوفه ممكن يستعمل للنهار مع بعض الاضافات، ساعتها فينا نستعمله نحن لليل، يعني فينا نضيف عليه رموش مستعاره، فينا نقوي شوي تحديد العين، ساعتها نحن بنشوف انه هون عم لاحظ كمان الالوان هيك حتى صيفيه، الوان فاتحه صيفيه. بنشوف بين انه الفيولي الفيولي وهلا عم نشتغل بلون البيتش. اوكي بنلاحظ انه الالوان البيتش هي اقرب للبشره السمراء، بتضويها اكثر. هيدا ستيل الميك اب بيلبق لكل العيون ولا في عيون محدده بتلبق له هيك؟ هلا فيك تتدرجي بالالوان انت مثل ما بدك، بشكل انه توسع العين يمكن اذا كانت صغيره. مزبوط، يعني فيك انت ساعتها بتحدديها بالايلاينر من تحت في حال كانت عين صغيره، هيك بتصير اوسع النظره اكثر. فيك ما تعتمدي القلم الاسود بقلب العين، تعتمدي القلم الابيض بيعطيك وسع للنظره اكثر. اوكي، لكن هلا عم نشوف
الاي شادو اول ما شفناهم يمكن هيك كان اللونين واحد بيستغربهم انه اورانج وفيولي او بينك كيف بدهم يلبقوا مع بعض. مزبوط. بس تشوفهم على الهواء بتلاقي انه لا، بتلاقي انه في فرق كتير، يعني بتلاقي انه هالمكياج صار عم يتكيف اكثر مع السكن، وخصوصا وقت اللي بتحطي البلاش وبتلاقيه انه الوانه كتير متناغمه مع الوان البشر اللي عم تشتغلي عليها. هلا لكن عم نحط الايلاينر. لحظه شغله، انه انا ما بلشت الايلاينر من الاول، من اول العين من اخر العين. ليش؟ شو السبب؟ بهيدي الطريقه انا بعطي طول اكثر للعين وبسحبها بطريقه تبين لوزيه اكثر. هذا ووتر بروف؟ لا، هيدا الايلاينر اللي عم اسس فيه اول شيء العين حتى ادمجه وما نحس انه في فرق بينه وبين لون الشادو. اوكي. اسود بتستعمل كمان البني الايلاينر ولا لا؟ الايلاينر البني في حال كان في عندنا عينين عسليه وبشره حنطيه افضل نستعمل الالوان البني، هيك تبرز الخضار الموجود بقلب العين. طلع، لان احنا بنعرف انه اللون العسلي طب والعينين هو كنايه عن بني واخضر مع بعضهم. بالنسبه للتام ما حكينا عنه اكيد لانه كان مجهز قبل، حضرناه، استعملنا لون تام برونزي. وبنلاحظ شغله انه بتوزيع الفون دو تام بطل مبين عندنا فرق بين بين الجوانب تبعو الوجه وبين الوسط ومع الرقبه، يعني بنحس انه كثير الالوان صارت انه هيك مندمجه ببعضها وما في فرق بين الرقبه وبين الوجه. واكيد يعني قطعنا الوجه مثل ما لازم، ضوينا المنطقه بالنص، اشتغلنا كوريكسيون اكثر 100% من انه تاع عادي. كمان حتى اعطي حجم اكبر للخدود استعملت البودره المضغوطه اللي هي فيها بقلبها شمر حتى اعطي انا انتفاخ اكثر للخدود. قد ايه دارج هلا يمكن بالصيف الاشياء تا هيك اللي شوي بيجي برونز وبيلمع؟ مزبوط. وهو لا، هو في شغله كرمال نحن نقدر نستفيد من التان البرونز اللي بيلمع، نستعمل تان برونز مات بنرجع من بعده بنحط نحن بنضوي ببودره اضاءه اللي في بقلبها شمر، بنضوي المنطقه اللي هي على راس الخدود، هيك بنكون نحن اخذنا بريء الصيف وبنفس الوقت ما بين الوجه كانه مزيت. هون لكن حاولنا نرجع هيك نعمل استنفاج للايلاينر. مزبوط، حتى ما يطلع كثير الايلاينر معلم. اوكي. وطبعا كرمال انا اقدر اضبط القلم الاسود بقلب العين رح غطسه بقلب الايلاينر جيل بيصير ووتر بروف. اوكي، تحط لي مي هيك يسيل. وقلم اسود، في الوان ثانيه دارجه لقلب العين كثير؟ دارج الزيتي هاي السنه، دارج كمان اللون الكحلي، ودارج اللون البني المحمر. حلو. اوكي. من بعد ما رسمنا بدنا ننتبه دائما انه الايلاينر الجيل المفروض نغطيه حتى ما ينشف، لانه هو ب 30 ثانيه بينشف. اوكي. رح هلا حط الشادو الموف تحت العين تأبرز اكثر اللون الفاتح للعين. نبيل، هلا الصبيه هون شعرها اسود وبشرتها يمكن بيضة، للصبايا الشقر شو الالوان يلي درج فوق عيونهم؟ فينا نستعمل الالوان البيتش الفاتح اللي بتجي على سمو. اوكي. فينا نستعمل الوان الموف، فينا نستعمل الالوان المحمره، يعني مثل ما عم بتشوفي قدامي في الوان كثير مختلفه. يعني مثلا هول الالوان بيصلحوا كمان للبشره الفاتحه. اوكي. لكن هلا عم نشوف حطيت القلم تحت العين او الشادو تحت العين، حطيت شادو موف تحت العين، رح قوي البلاش انا وبنفس الوقت رح ادمجه مع لون الشادو على الطرف. اوكي، هيك حتى ما نشوف انه في وجه مقطع بالالوان، هيك بنشوف انه كل الالوان مدموجه ببعضها. بعدنا مع تعليم الحواجب وتعريض الحواجب، تعريض الحواجب بس بطريقه كثير ناتشورال. شو انسب شيء لتعليم الحواجب هلا؟ انا بفضل نستعمل قلم؟
لا يا نستعمل الايلاينر الووتر بروف البني اوكي او نستعمل مسكره بنيه خاصه بالحواجب لانه القلم في بقلبه مواد دهنيه وممكن يسبب انه انا كنت شايفه شيء كنت جايبه من قبل مثل قلم من ميل وجل من ميل مظبوط هذا كمان فيك تستعمليه لانه ايه؟ هالمواد اللي عم بتحطيها انت قبل ما تستعملي القلم هي كفيله انه ترطب الشعره وما ترجع تهر اوكي لكن هلا ورموش بعدنا مع رموش السميكه كثير و لا مش كثير سميكه هلا اكثر ناتشورال كمان بنفس الوقت حتى بتعرفي انت انه شكل العين شو بيتطلب ممكن تستعملي رموش تبقى طويله على الطرف او ممكن تستعملي رموش بتجي كثيفه ومنها طويله يعني هون ساعتها حسب شكل العين اللي عم تشتغلي عليها بتنقي اي رموش بدك تستعمليها على شكله على على شكله على فكره على شكله شكله بتشوفي قد ايه في تاثير مستحضرات التجميل على الشخص عن جد على فكره انه رموش مرات يا اما بيجملوا يا اما بخربوا شكل العين مظبوط يعني في اشخاص ما بيعرفوا يحطوهم ممكن انه ينزعوا الفورم العين كليا هو اختيار الشكل المناسب لرموش المستعاره هو يا بينجح لك الميك اب يا بفشله بدنا ننتبه دائما شغله نحن عم نحط رموش المستعاره انه جوانب العين تكون ملزقه كثير منيح لشغله وحده ونبيل لازم حتى ما يوقعه اوكي ولازم يكون الرمش يعني على على كل العين محطوط تقريبا على كل فرم العين ولا لازم يكون شوي اقصر هلا مش بالضروره يكون اقصر لانه هو قياس الرمش هو قياس واحد بس أوكي. طول الشعرات بيختلف طول الشعرات اوكي وهلا هون شو عم نعمل؟ هون عم بعلم زاويه العين بالايلاينر الووتر بروف اوكي لحتى احدد النظره اكثر وبنفس الوقت لحتى احمي هالمكياج من كل الشوب او اي عوامل خارجيه اوكي هيك بنحس انه ما في اي لاينر بس بنفس الوقت العين محدده ومبين على كل حال على الكاميرا الباودر والبرونز هيك عم بيلمع مزبوط هيدا شيء خاصه بالصيف اكثر وهو بما انه في جلتر على بقلب الباودر هو اللي عم بيعطينا هيدا كانك طالعه من تحت الشمس وبشرتك كلها عم تلمع بالصيف لازم واحد يحط فيكساتور ولا ما ضروري ولا ما بتحبذ يمكن انت الفيكساتور؟ انا ما بحبذ الفيكساتور بس في عندك سيروم ممكن يحمو لك كل المكياج سيروم باز؟ سيروم باز بتحطيه في عده ماركات يعني ممكن هيدا السيروم بس تحطيه يحمي لك المكياج كله سوا وبنفس الوقت بيعطي اكلا كمان وفي ممكن يعطي شويه افالف من بعد ما رسمنا الشفاف هلا انا ذكرت شغله باول الحلقه انه الووتر موضه الجلوس بطلت راجي وموضه المات هيدا حمراء مات بتضاين كثير بس بنفس الوقت انه استعمالها مثل الجلوس حتى تكون انه اوكي بس بعدين بتنشف بتبطل تعطي صح بتنشف الجلوس هيك 100% بس بيضلوا الشفاف مرطبين هيك حتى ما يقشبوا الشفاف شو الوان المات يلي دارجه بالصيف؟ كل الالوان في صار كل الالوان عندك ابتداء من الاورنج للبيج اول شيء شفنا ماشي كان في بس في يمكن الروز والبيج هول اللونين مزبوط هلا صار في عندنا كل الوان البيتش تدرجاتها مع الوان البيج كمان عندنا لون الفوشيا بنشوف كمان انه الفوشيا الفلويو اللي هيك بتحسي كله نابض بالحياه كمان دارج بس هو اهم شغله انه يحطوا الليب لاينر على كل الشفه يرجع بعدين يحطوا الحمراء هيك بهي الطريقه بتضاين الحمراء اكثر حلو كثير لكن المكياج صار جاهز صار جاهز المكياج قلت لي هيدا حسب ما عم بتطلع فيه بالليل وبنهار في بالنهار هلا اذا في حال انت بدك انه تعملي مكياج ليل اكثر اذا معنا دقيقه ممكن ارسم بالايلاينر وفرجيكي كيف ممكن يلا يشير. ارسم الايلاينر لنفرجيك كيف بيتحول الميك اب بيصير اكثر خرج سهره هو نفسه بس هون عم تعمل معلومه بتروح السيده بتعمل ميك اب عندك بنهار تظهر فيه بالليل هي لحالها بتزيد لحالها طالما هي لويل لالي ما عندي مشكله اوكي يلا عرضنا لكان الميك اب هون عرضنا الاي لاينر للاي لاينر الميك اب ميك اب لعيون
من تحت ومن فوق. اوكي خلينا نشوف لك نبيل اللوك النهائي على العين. اوكي بدنا نفرح بس تطلع هيك تبرم. اوكي كثير حلو رائع. ثانك يو نبيل. ميرسي لك. ميرسي كثير كل التوفيق لك. اكيد ان شاء الله بنشوفك قريبا جدا تروح وترجع بالسلامه. الله يسلمك.